من هذا الفريق يقدم عروض جيدة وشباب وحيوية وفي تنظيم وفي فرص وفي أداء هجومي في هذه النزعة ومع ذلك بيخسر. بس هو برضه يا أستاذ حسن محتاج رأس حربة، محتاج برضه محتاج. يقال كمان ان افروتو عرض نفسه على النادي الاسماعيلي، وانا الكلام يعني بالمضمون ده، والمقاولين بيحتاج راس حربه كمان، سيف يقصد كده يعني المقاولين عايز راس حربه.